السلام عليكم، صباح الخير، صباح الياسمين والتفاؤل والطاقة الإيجابية. خرجت من الدار كانت سخونة، ولكن برا بداية البرد القارس. نعم، إنه البرد القارس. تشوفوا الدنيا شبه خاوية، راها قريب 8:30 بتوقيت فنلندا. الدنيا خاوية وكاين البرد. أخبى حاجة في هاد الدولة ديال فنلندا هي البرد القارس، خصوصا في يناير فبراير ومارس، كيكون الثلوج كثيرة والظلام دامس. يا خاوية من غير السيارات، والأوتوبيس، باص. كاين البرد بصراحة، فنلندا تمتاز بالطبيعة الخلابة. الجو الجميل خصوصا فصل الربيع والصيف، انطلاقا من درك الى غاية ابريل صافي كيدخل البرد.